شارك محافظ قنا أشرف الداودي الاحتفال بعيد الأضحى المبارك من خلال إقامة كرنفال كبير لإدخال الفرحة على قلوب الأطفال الأيتام من دور الرعاية وأسر الشهداء. وشهد الكرنفال تقديم العيديات والألعاب للأطفال بالإضافة إلى العديد من الأنشطة والفقرات الفنية والترفيهية، فضلا عن تنظيم جولة من مقر الاحتفال إلى مكتبة مصر العامة، وأيضا رحلات نيلية لإتاحة الفرصة للأطفال ليعبروا عن فرحتهم. النهارده كان يوم جميل مع المحافظ وفرحانين خالص بيه ومبسوطين يعني. يوم جميل، فطرنا معاه، كان فاكهه متاحه، مشروبات متاحه، في ملاعب، رايحين مكتبه مصر العامه اللي هي الجديده دي، يوم الاثنين رايحين جنة جديده ان شاء الله، فهو بصراحه منظم لنا يوم جميل جدا جدا جدا. النهارده المحافظ كان متعنا على الاخر، كنا يعني فرحانين عشان هو موجود وفطرنا فطره جميله الحمد لله. إنه في محافظة مخلينا يوم الاثنين نزلنا رحلة الحين فيها جنة جديدة. صراحة النهاردة كان يوم حلو، بسم الله ما شاء الله عليه، وإن شاء الله العيد الجاي كذا يكون أحسن من كذا إن شاء الله. كل سنة وانتم طيبين. صراحة كان يوم حلو مع سيادة المحافظ، وبحتفل بكله. كل سنة وانتم طيبين صراحة.